السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت لكم فيديو جديد، حلقة جديدة. غادي نتكلموا اليوم بخصوص المواعيد. هناك عدة ناس كيقلبوا على موعد فيزا شينغن، كسوا مواعيد إسبانيا، فرنسا، إيطالي، بلجيك، جميع الدول الأوروبية، أو بالنسبة لأمريكا اللي كيقلب على موعد من أجل التأشيرة. في كتعرفوا المواعيد قليلة وقليلة بزاف، فهي متوفرة في المكتب عندنا بالنسبة للناس اللي كيقلبوا على موعد للتأشيرة، أو لا بالنسبة غادي نتكلموا حتى بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا لا بريباراسيون دو دوسي بور دوموند دو فيزا، يعني تهيئ الملف. الناس اللي باغي يدير تهيئ الملف صافي دير دوسي كومبليك، كسوا لاسيونس دو فواياج، نتكلفوا لي بلو دوسي دو لاسيونس دو فواياج، كسوا بالنسبة لو بلون توريستيك، برنامج سياحي، كسوا بالنسبة حتى كي كنقولوا الحجوزات، حجز الفندق، حجز الطائرة ذهابا واياب، ريزيرفاسيون دوتيل، ريزيرفاسيون بي دافيون، البرنامج السياحي المنظم. ماذا يعني البرنامج السياحي؟ البرنامج السياحي هو كيطلبوه، كتطلبوه القنصلية باش كتثبت ليها فين غتمشي في ذلك البلد. باغ اكزومبل كنديرو لا ريزيرفاسيون ديال الطيارة هي الأولى ذهابا، نقولو باغ اكزومبل لاسبان، كنديرو لا ريزيرفاسيون ديال الطيارة، من بعد البي دافيون، من بعد كنديرو لا ريزيرفاسيون ديال لوتيل فين غتستقر في ذلك المدة، واحد 10 ايام اولا 15 يوم، ريزيرفاسيون دوتيل، ريزيرفاسيون ديال لي بلاص توريستيك ولا الاماكن السياحيه التي ستزورها في ذلك البلد، كمطاعم، كمتاحف اللي غتزورها، ك البلايص اللي هما توريستيك، ك كي كنقولوا المناطق السياحيه اللي غادي تمشي ليها، وحتى المواصلات اللي غتمشي فيهم ما بين المدن، لان غتمشي السياحه لواحد المدينه في واحد البلد، فما غاديش تمشي انت لواحد البلد غتستقر في مدينه واحده، غتزور جوج او ثلاثه مدن، فكنديروا حتى لا ريزيرفاسيون بالنسبه لي ديبلاسمون ديالك في ذلك البلد، فين غديبلاسا، لي زوتيل اللي غتمشي ليهم، الفنادق اللي غادي تستقر فيهم، وكل ما يشمل البرنامج السياحي. فكنتكلفوا بالبرنامج السياحي، المواعيد مع القنصليه، وحتى اللي عنده الدوسي جاهز راه كناخذوا له المواعيد، واللي ما عندوش الدوسي جاهز ما عندوش باغ اكزومبل نهضروا على الدوسي شنو خصو يكون فيه. اللي هو كي كنقولوا معروف هو يكون عندك لاتيستاسيون دو ترافاي، بولتان دو بي، لا عندك دي بيان، عندك املاك، من الاحسن سيعزز الملف، لا عندك املاك ولا شي حاجه كتعزز الملف ديالك، تبين شهادات الملكيه، لا عندك مدخول اضافي، عندك واحد باغ اكزومبل عندك واحد الشغل مستقر فيه، فيه لاتيستاسيون دو ترافاي، بولتان دو بي، اتيستاسيون دو سالير، شهادة العمل، وعندك واحد العمل اضافي تا هو كيدوزو لك فيه دي فيرمون، غيعزز الملف ديالك، بيان سور، بلوس لاسيونس دو فواياج، حنا كنتكلفو بها لاسيونس دو فواياج، اللي كخصها تخلص، اسيونس دو فواياج، تأمين على السفر. ماذا يعني تأمين على السفر؟ تأمين على السفر وهو أنه كتخلص واحد التأمين باش لا قدر الله وقع لك شي افات هناك، ولا مرتي، ولا وقع لك شي حاجه، فكيعالجوك بالنفقه ديال التامين ديال لاسيونس، ماشي النفقه ديالهم هما، او لا خصهم يرجعوك للبلد ديالك، دونك كتكلف بك لاسيونس، كتخلص واحد لاسيونس دو فواياج اللي هي اوبليغاتوار، تامين على السفر فهو اجباري انك تخلصو. بيان سور كتجمع لو دوسي وكنتكلفوك حتى بلو دوسي اننا ندفعوه لك القنصليه بالنسبه لطلب التاشيره. هذا من جانب، من جانب اخر غادي نهضروا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ان دوسي كومبلي، ما عندوش اون اتيستاسيون دو ترافاي، عنده واحد العمل كيقوم به، كيبيع ويشري باغ انترنيت، اولا كي عنده واحد الباج فيسبوك كيبيع منها منتوجات، ولكن ما عندوش اتيستاسيون دو ترافاي، اولا باغ اكزومبل ناخذوا مثال شي حلاق، اولا شي واحد اللي كيخدم حرفي صناعي وما عندوش ورق ديال العمل ديالو، تثبيت العمل ديالو، فكيمكننا نساعدوه ونديروا له واحد ريجيست دو كوميرس او لا ريجيست كوميرس اللي كيثبت العمل ديالو، كيثبت المدخول ديالو، اف سي ريجيست دو كوميرس اللي كيثبت العمل ديالو، كيثبت كي كنقولوا الوراق ديال العمل، كنسجلوه في التامين في لا سي ان اس اس باردون الضمان الاجتماعي، وبيان سور كنقادوا له لي ريلفي بونكير، لي ريلفي بونكير سا دير كنديروا له واحد الموفمون بونكير، موفمون انه داك لي روسيت اللي كيدخل، الارباح اللي كيدخل يبدا يدير بها واحد رواج بنكي لمده 3 اشهر، يدخل ويخرج، حنا كنتكلفوا له الفيدوسيير ديالنا او الكونتاب ديالنا كيتكلف بهذا الموفمون بونكير، باش من بعد كنوجدوا له ان دوسي كومبلي، وكنديروا له لا ريزيرفاسيون ديال الطياره ولا ريزيرفاسيون دوتيل بلون توريستيك، كندفعوا التسجيل التامين ديالو ديال لا سي ان اس اس، تسجيل الضمان الاجتماعي، كندفعوا البيلتان دو باي ديالو، ريجيست دو كوميرس، لا باتونت اي تو، وكنتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وندفعوا له لو دوسي ديالو. فهناك عده عمليات كنقوموا بها من اجل مساعده الناس في تهيئ ملف جاد بطريقه احترافيه وبطريقه فعاله لكي لا تتعرض لرفض.
فنسبه الرفض هي شبه منعدمه عندنا في المكتب. الناس كاع اللي كيدفعوا لي دوسي دو فيزا عندنا كياخذوا لي فيزا ديالهم الا في حالات نادره جدا، حالات نادره لا كان عنده شي مرض ولا عنده شي حجز بنكي ولا عنده شي حجز اداري ولا توقع المشكل وعمل، وما ذلك ان تعرضت لرفض فمثلا نقولوش لك حنا اللي علينا درناه، لا كنعاودوا ندفعوا لك اون دوزيام فوا ونقدروا نديروا الطعن القانوني انك نطعنوا في قرار القنصليه وتنطلبوا اعاده النظر في الملف ديالك، وغالبا ما كيسر الله في الدوسي. كاع الناس اللي درنا لهم الطعن القانوني في القنصليات وفقنا الله وخداو لي فيزا ديالهم، ف ولا كنعاود ندفعوا ليك وندفعوا ليك، اقل ما يمكن نجيبوا ليك هو تطوع، فيزا تطوعيه مع جمعيه خيريه. هناك كاين جمعيات خيريه في اوروبا اللي كيطلبوا متطوعين، خصك تكون بصحه جيده، تكون عندك مهارات لغويه وتكون موتيفي محمس وتكون عندك واحد الشهاده طبيه تثبت على انك بصحه جيده، كنقدروا ندفعوا ليك بجمعيه. نحن باتصال مع جمعيات في اوروبا اللي كيطلبوا متطوعين يخدموا معاهم في العمل الجمعوي. هذاك العمل الجمعوي ما كيعطيوكش عليه بيان سور واحد الراتب عالي، كيعطيوك كي كنقولوا المسكن الماكل المشرب، ولكن هو في نفس الوقت هو خطوه نحو الامام، خطوه نحو ذلك البلد ان كنت تود الاستقرار في ذلك البلد. ومن بعد انت اون باراليل في نفس الوقت كتقلب على عمل خدام مع الجمعيه وكتقلب على عمل، ان لقيتي عمل تما فممكن انك كي كنقولوا تعطي وقتك كامل للعمل اللي لقيتيه في ذاك العقد، لقيتي عقد عمل بيان سور كي كنقولوا عقد عمل اللي يكون غير محدد المده، ما يكونش محدد، فممكن هنا تمشي للمكتب الاجنبي وتطلب لاكارت دو ريزيدونس على حساب ذاك العمل اللي لقيتيه جديد، وانك ما هنا كيبقى لك وسع النظر ان كنت تود ان تعطي جزء من الوقت ديالك للجمعيه وجزء من الوقت للعمل، او لا تعطي وقتك كامل للعمل، كيبقى هذا اختيار ديال المترشح. فغادي نخلي لكم واحد لابواط ميل بريد الكتروني خاص اللي بغى يتصل بيا، اللي بغى موعد معنا في المكتب او لا معايا في المكتب، اللي بغى استشاره، اللي بغى يدفع الملف، غتلقاو واحد لابواط ميل سميتها كونسي سيرفيس ا ديستانس @gmail.com، غتلقاوها في صندوق الوصف وفي لو برومي كومونتير التعليق الاول، غادي يطلع بلا بار دانفو الفوق، داك البار غتطلع بها حتى الفوق، غدير ليه بلوس اقرا المزيد الكومونتير الاول التعليق الاول، غادي تلقى البواط ميل البريد الالكتروني ممكن انك ترسلني فيه باش اننا ندير واحد الاستشاره وندير تقييم الملف ان كنت تود الحصول على موعد او لا الحصول على كي كنقولوا بريباراسيون دو دوسي بور دوموند دو فيزا توريست. ف كاين ناس بالنسبه لو سيرفيس تنحسبوا لو دوسي ب 6000 درهم 6000 درهم لا غير بالنسبه لا بريباراسيون دو دوسي، تهيئ الملف شامل. وبالنسبه كاين الناس كنحسبوا لهم الدوسي فابور، شكون هما الناس؟ الناس اللي هما كي كنقولوا ايتام، اللي هو يتيم الام ويتيم الاب وليس لديه سند، وصغير في السن، اللي هو صغير في لاج وما عندوش لي بارون، انه ليس لديه سند فهو يتيم، يتيم الام ويتيم الاب. هاد الناس هادو كنسبقهم هما الاولين، وكان كي كنقولوا كنخدموا لهم الدوسي غراتويتمون. وحتى بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو كي كنقولوا عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه او المشاكل، حنا ما كنرجعوا حتى واحد، اللي هو مضروب كنحاولوا اننا نقدموا معاه لو دوسي ونقدموا معاه كل شيء. الناس يدعيوا معنا غير دعوه ديال الخير، هذا اكثر من كي كنقولوا من الاجر، هذا هو الاجر الكبير، هو الناس يدعيوا معنا دعوه ديال الخير، ونتمنى من الله عز وجل يسر الامور الجميع. يا رب اللهم يسر الامور الجميع، كنطلب من القلب الله سبحانه وتعالى يسر الامور الجميع. فنخلي لكم البريد الالكتروني، ما عليكم الا تراسلوا معايا وتجيو عندي المكتب من اجل تقييم الملف. كاين ناس كيجيو من جميع المدن المغربيه، كيجيو ناس عندي المكتب، كيجيو من طنجه، من اكادير، من مراكش، من العيون، من الداخله، من فاس، من وجده، من جميع المدن المغربيه كيجيو ناس عندي للدار البيضاء المكتب من اجل استشاره او ايداع الملف. فالناس تقريبا ما غاديش نقول كل شيء، مي اغلبيه خداو الفيزا ديالهم. كاين انا قلت لكم باردون، الرفض شبه منعدم، لكن حنا اصلا كنوجدوا لك لو دوسي اون لو بريبا باش ما تعرضش للرفض. لا تعرضتي للرفض، كان اقل ما يمكن نجيبوا لك هو كي كنقولوا فيزا مع جمعيه خيريه هناك، او لا كنعاود نديروا الطعن القانوني وكنعاود نسيروا الملف من جديد، كنعاود نخدموه من جديد، كنعاود نخدموه. لا تعرفتي لاد في القنصليه ديال الاسبان، كنعاود ندفعوا لمالطا، كنعاود ندفعوا، حنا كيجيونا دي زانفو، او لا ندفعوا لفرنسا، او لا ندفعوا لشي ولا باغ اكزومبل دوله اللي دايره تخفيف مسهله الامور شيئا ما في ذاك لابيريود. علاش؟ لاننا كيوصلونا معلومات، هذا ميدان لنا، كنديروا اتيود، كنديروا دراسه
باش كيجيونا معلومات. هذا هو الميدان ديالنا، كنديروا كي باش كيجيونا المعلومات، كنديروا دراسه حول القنصليات اللي مسهله التاشيره اللي مصعبه، حيت كاين دي بيريود اللي بعض القنصليات كيسهلوا، بعض الدول كيسهلوا، علاش؟ كيبغيو انهم يستقطبوا مزيد ومزيد من السياح من اجل انتعاش اقتصادي وانتعاش سياحي في البلد ديالهم، فكيسهلوا المواي ديال الفيزا، كيسهلوا لي بروسيدور، وحنا كنكونوا بعلم بذلك انهم غيسهلوا غير في واحد لابيريود غياخذوا واحد لو نومبر وعاوتاني غيصعبوا، حنا كنكونوا بعلم بذلك. فنعلموا ماذا يجري داخل اسوار القنصليات، نعلموا ماذا يجري داخل الملفات، كنعرفوا عند من الدوسي كيتحط، عند من كيمشي، شكون اللي كيتريتي. نحن باتصال دائم مع الناس بزاف، هذا ميداننا واختصاص ديالنا وسنوات عده وحنا خدامين فيه. فالله يسهل الامور الجميع، يا رب اللهم يسهل الامور الجميع. اللي بغى يتواصل معنا مرحبا به، راه كاين البريد الالكتروني. الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله، خليت لكم بالراحه، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.